معاكم الكابتن عدود من فيديو جديد يوم الاثنين 4 ديسمبر. كلام مهم جدا جدا يا جماعه عن ازاي تبقى مدرب ناجح، ازاي تبقى مدربه ناجحه. ده طبعا بالنسبه رياضه، ازاي تبقى مدرب ناجح في رياضه سواء كان مدرب او مدربه. رقم واحد، عايز تبقى مدرب ناجح انك انت تحبب اللعيبه في التمرين فقط؟ لا، مش بس ده، مش عادي كل الفرق ويعمل دعم. انا تعرف الناس ما بيعملوش لايكات، مش عارف الناس بتصيف ولا اخدين اجازه ولا ايه، خلينا في المهم مش عادي كل تفاعل يفكروا ويعملوا دعم. عايز تبقى مدرب ناجح، عايز تبقى مدربه ناجحه، اول حاجه انك انت تظبط اسلوبك وتخلي اخلاقك كويسه، في نفس الوقت يكون لك كده جمهور بتحبب اللعيبه فيك. المدرب الناجح عشان يوصل لهدفه لازم انك انت تحبب اللعيبه فيك، ما تبقاش مدرب حاقد وتقف نفسك على ده وعلى ده، لا، لازم تكون مدرب او مدربه تكون اخلاق كويسه وتكون محترم، وفي نفس الوقت تظبط اسلوبك وتخلي طريقه كلامك حلوه. لان المدرب الناجح عشان يوصل لهدف، انا كمدرب ناجح عشان ابقى مدرب ناجح لازم ان انا اعمل الحاجات دي كلها، اخلاقك تكون حلوه واسلوبك تكون كويس، وفي نفس الوقت انك انت تتعامل مع اللعيبه وتحببهم في التمرين بس.